ازيكم؟ عاملين ايه؟ لو جيت سألت اي حد كده في الدنيا ايه احسن فول انت اكلته، هتلاقي معظم الناس بتقولك الفول اللي بناكله على عجبة الفول. يعني سبحان الله، احنا بنعمل فول في البيت، بناكل فول من مطاعم، بس يعني شمال يمين يظل الفول بتاع عجبية الفول بالتحديد بيبقى فيه احساس ونكهة وتيست معين كده مش موجود في اي فول احنا بنعمله او في اي فول بناكله من بره. وزي ما انتم عارفين في رمضان بقى عربيات الفول بتبقى ضرب نار، يعني لازم يكون ليك واسطة هناك عند صاحب عربية الفول عشان ايه؟ تلحق تاخد لك سندوتشين ولا تاخد لك كيس فول ولا اي حاجة. امريكانا حلت لنا الموضوع بشكل ما، عملت لنا فول العربية زي ما انتم شايفين، عامله لنا نوعين من فول العربيه، او زي ما تقولوا اربع انواع، عامله فول العربيه المدمس العادي، وعامله فول العربيه اللي هو الفول المقشر، وفي من نفس النوعين دول بالطحينه، يعني في مدمس بالطحينه وفي مقشور بالطحينه. فانا بصراحه قلت الطحينه علينا، ان احنا هنحط طحينه احنا في البيت، احنا عايزين نعرف الفول المدمس او فول العربيه من امريكانا ده هيقدم لنا ايه. فهنجرب كده الفول بتاع امريكانا، فول العربيه، وهنشوف كده هل فعلا فول عربيه ولا هيطلع فول موتوسيكل في الاخر هيبقى زيه زي اي فول. ده اللي هنعرفه بقى. هنبدا كده بالفول المدمس الاول العادي، هنسيب المقشور ده على جنب، هنبدا بالمدمس اللي هو ده شكله كده زي ما قلت لكم، كاتبين ان هو جاهز للاكل على طول. انت كاتبين في المحتويات هنا فول مدمس بودرة عدس وملح وفلفل حار وكمون وخل وكزبره وليمون، فهم حاطين زي ما قلت المكونات اللي توصل طعم الفول هنا لطعمه قريب من فول العربيه، والفكره بتاعت تسويقه حلوه فول العربيه. بس يعني احنا ما بتضحكش علينا، طالما فول عربيه يبقى لازم يكون في الاحساس بقى بتاع الفول بتاع العربيه اللي احنا بناكل منه. فاحنا هنجيب البوله الصغنططه دي وهنفتح علبه الفول. تمام كده فتحنا العلبه، هنحط منها شويه. ده شكل الفول من جوه كده لو انتوا شايفينه، هو الفول شكله لذيذ، يعني شكله حلو، والحبايه كامله كده وحلوه، وريحه الفول تحس ان فيها ريحه ليمون شويه كده. المهم يعني احنا مش هنخش في تفاصيل كتير، اهم حاجه الطعم بالنسبه لنا. يعني هنجيب كده رغيف العيش اللطيف ده وندوق لقمه كده من الفول ده ونشوف طعمه ايه. هنقول بسم الله ونغمس. بسم الله. طيب بصوا، بالنسبه للفول العربيه من امريكانا اللي هو المدمس العادي، الفول طعمه حلو، مش نفس الفول العربيه نفسه، بس هو متظبط بشكل ما بحيث ان هو يبقى قريب من احساس فول العربيه وطعمه. يعني هنا في الفول تحس بطعم خل، تحس بطعم كمون، تحس بطعم ليمون، يعني هما ضايفين عليه الاضافات اللي دايما بتوع العربيات بتاعت الفول بيضيفوها، اللي بتدي زي ما قلت تيست كده مميز ونكهه مميزه للفول. فزي ما قلت بشكل عام الفول حلو، مش نفس فول العربيه طبعا 100% يعني، بس الفول حلو وطعمه حلو وليه برضه تيست مميز عن الفول العادي اللي هو المدمس العادي. فعموما لو اديت تقييم للفول العربيه اللي هو المدمس من امريكانا هنديله 8.5/10، وهنسيبه بقى ونخش على بعضه. وتاني نوع فول معانا من امريكانا هو المقشور العادي اللي هو من غير طحينه، ده شكله كده، كاتبين عليه جاهز للاكل برضه، كاتبين خفيف على المعده، لو ده من غير قشر ففعلا ده بيبقى خفيف على المعده. فعموما هنجيب برضه البوله الصغنططه دي معانا وهنفتح كده علبه الفول. هو شكل الفول هنا بصوا، يعني هو مقشر بس هو متماسك كده في بعضه شويه، يعني لازق في بعضه شويه، بس ده شكله عموما يعني. فتمام، هنخلي كده العلبه معانا هنا وهنجيب برضه لقمه وندوق كده ونشوف الطعم. هنقول بسم الله. طيب بالنسبه للفول العربيه من امريكانا اللي هو مقشور، التجربه بشكل عام قريبه من الفول اللي بقشره عادي، يعني هو في نفس التيست زي ما قلت، الكمون مع الخل مع الليمون مع الاضافات اللي حطيناها دي مدياله تيست قريب وطعم من فول العربيه. بس يمكن هنا الاختلاف ان الفول عشان مقشر ملوش قشر، فعارفين انتوا لما بتاكلوا الفول بقشره القشر بتاع الفول بيبقى ليه طعم مختلف عن قلب الفول ذات نفسه، فانت بتمر بمرحلتين في الفول العادي، وانت بتاكل بتدوق القشر وبعد كده بتحس بطعم قلب الفول من جوه، هنا بقى انت بتاكل بتحس بقلب الفول على طول. فالتجربه برضه لطيفه والطعم حلو، والفول بالتاكيد عشان ملوش قشر هيكون اخف على المعده. بس انا كاسلام مثلا لو فضلت الاثنين طعمهم حلو، المقشور واللي بقشر، بس انا لو فضلت هفضل اللي بقشر، يعني زي ما قلت لكم انا عايز امر بالمرحلتين، طعم قشر الفول مع الفول كده يعني. فعموما برضه لو ادينا تقييم للفول العربيه هنا من امريكانا اللي هو المقشور هنديله برضه 8.5/10، تجربه لطيفه والطعم حلو. بس كده زي ما قلت لكم، دي كانت كل حاجه معايا النهارده، فول العربيه من امريكانا اللي هو المقشور والعادي. عرفوني كده في الكومنتس هل جربتوه ولا لسه، ولو ما جربتوهوش جربوه وعرفوني برضو ارائكم. بس كده زي ما قلت لكم، دي كانت كل حاجه معايا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكيد لايك شير سبسكرايب. اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام وسلام.